أعلنت مصر استقبال نحو 14 مليون و900 ألف سائح خلال العام الماضي بزيادة سنوية تتجاوز 27%، مسجلة رقما قياسيا. وقد أفاد مجلس الوزراء المصري في بيان له بأن الربع الأخير من العام الماضي قد شهد نموا كبيرا في حركة السياحة، حيث وفد إلى مصر 3,600,000 ألف سائح إلى مصر، ويعد هذا الرقم هو ثاني أعلى معدل فصلي في تاريخ البلاد، وذلك بزيادة تصل إلى 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.